شوف ثلاثة دقائق مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة أشواق تي في، مرحبا بكم معنا. يلا دابا سير سير، ما تضيعوش الوقت. مشاهدي قناة أشواق تي في، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. اليوم معنا أستاذ وديع المسؤول التقني عن الحفر، غادي يأكد لنا آخر المستجدات. أستاذ وديع، قول لنا شحال باقي ديال الوقت؟ الوقت ما غاديش نقول لك غير ديال الوقت، لان كثير من الناس يقول لك انا ما تلقاش شي حجره ولا حاجه. اذا ما كان حتى شي حجره، الا ما كان حتى شي حجره غير واحد 3 أسابيع ان شاء الله. ان شاء الله كنتمناو ما تكون حتى شي حجره. استاذ وديع، قول لنا، قلت لنا انا اخر مره كان حطوا فيها الكاميرا في الريان كانت شفتوا انه كان كيبان ديما الاكسجين هذه اللي عندنا. يعني اخر مره كانت البارح شفتوا بانه عنده الاكسجين. لا، الاكسجين ديما سوزاري سوزاري ديما عندنا. الاكل كان هو اللي واقع. استاذ، تقدر تاكد لنا غير على الصحه؟ الصحه ما قدرش. هل لازال على قيد الحياه؟ ما قدرش. شكرا استاذ وديع. كان معكم وديع مسؤول تقني عن الحفريات هنا. كيف ما شفتوا مشاهدين الكرام، مشاهدين قناه اشواق تي في، اكد لنا كما جاء على لساني بانه اخر مره كيقولوا الصوت والو. كيقولوا الصوت والو. سقسيهم الناس على الصوت. شي واحد ياكد لي الصوت. صوت ضعيف. كنتمنى الصوت يكون مزيان دابا. شي واحد ياكد لي على الصوت. صوت ضعيف. تليفونك معاك؟ تليفونك معاك؟ عافاكم أكدوا لينا على الصوت واش مزيان؟ قالوا واضح. إذا متابعي قناة أشواق تي في الإلكترونية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا البث المباشر من هنا من دوار إغران من نواحي مدينة شفشاون. ما زلنا معكم في تغطية إعلامية متواصلة من قلب الحدث. مسالين بنادم، بغيت كاش بغيت يا سيدي.
في الهضرة باينة. إذا كنعتبروا ربما الصوت ما كانش مسموع في الأول، تواصلنا مع مسؤول على الحفرة هنا، واحد تقني في مسؤول على الحفرة بالحفرة ديال الطفل ريان أو البئر ديال الطفل ريان، سقسينا على الحالة الصحية ديال ريان، ما عطانا حتى شي معلومة مع كامل الأسف. سقسينا على آخر مرة شفتوا فيها ريان، قالنا كانت هو البارح، ما صراحة ما كاينش شي معلومة. مع كامل الأسف صراحة ما كاينش معلومات دقيقة. سقسينا على طفل ريان واش مازال على قيد الحياة، ما عطانا حتى شي معلومة، قالنا ما سمحوا لي ما عرفش. فكنتمناو إن شاء الله أن الأمور تكون مازال كما هي وأن الأمور تكون مزيانة. القضية ديال الحفر والتقدم في الحفر ما زالت مستمرة، ويقال أن الأمور الحمد لله ماشية مزيان. كنتمناو أنه ما توقع حتى شي عراقيل. فعلا واجهوا بزاف ديال العراقيل بينهم الصخر أو الحجرات الكبيرة في العمق، فكيصعبوا الخدمة بزاف. كنتمناو إن شاء الله أنه الطفل ريان يكون مازال على قيد الحياة، ويتمكنوا المسؤولين على قطاع الحفر والتنقيب إخراج الطفل ريان حيا سالما غانما معافى يا رب العالمين. معادي اجي خليك هنا كامل. سمعت شويه واو دابا العار جيب شي مزيان انا نعم متابعي قناة الشوخات الإلكترونية، مازال معكم في هذه التغطية الإعلامية المباشرة والحية من مكان وقوع الإخوان تسمحوا لي لأنه إحنا ماشي كتابين. هذه الكلمة لا تعودت بزاف ديال المرات، التعليق اليوم ولا البارح ولا في الصباح ولا في نصاصات الليل. الإخوان الله يجازيكم بخير، إحنا كنحاولوا أننا نوصلوا لكم الخبر. لو كنا إحنا نجيو باش نكذبوا عليكم راه استطعتنا أننا نبقاو في المدن ديالنا بلا ما نجيو لقلب الحدث، نبقاو في ديورنا نكتبوا عناوين مثيرة. كاين ناس الحمد لله كتصور هنا، شوفوا الفيديوهات لصقوا اللوغو نعاودوها ونصوروها
نعاودوها بطريقتنا ونعطيو عنا من كذبه ونطلع عندك داك الشيء رخيص ما نخسروا لا مركوب لا حتى شي حاجه، غنبقاو بعادين ومرتاحين. الله يجازيكم بخير. التعاليق التافهه بلاش، حنا المجهود ديالنا اننا كنعملوا جينا تنقلب الحدث ما يفوق. دابا حاليا داخل في 6 ايام حنا هنا كنحاولوا اننا نوصلوا لكم الصوره الواضحه الصوره الحقيقيه الحيه المباشره من قلب الحدث، فالواجب ديالنا كنحاولوا اننا نعملوه معاكم. فكنتمناو ان المواطن يفهم ان الصحفي ماشي كذاب وانه كيحاول يوصل الحقيقه. فدابا حاليا حنا ما كنكذبوش عليكم، إذا قلنا لكم أن الطفل ريان سيخرج بعد قليل ما كيتماش حنا كنكذبوا، إنما المعطيات اللي عندنا كتشير لذاك الشيء. كتجي ما شاء الله كيوقع مثلا انهيار التربة أولا كيتعقد مسائل كتمشي كتعاود خدمة من الديبار من الزيرو، فكيكون عاود ساعات أمامنا ديال الخدمة. الصورة ما واضحاش نظرا لضعف الشبكات الموجودة هنا. الاخوان الناس اللي كيقول لكم ديروا الكذوب والحقيقه شيء اخر، حنا ما عارفين حتى شي معلومه، عندنا حتى شي معلومه لان ما كاينش اللي زودنا بالمعلومه. سالنا السيد المسؤول السيد التمراني السعد هادي التمراني المسؤول على اليقظه والتتبع او الناطق الرسمي، فقال لنا اودي ان الحفره دابا ماشي مزال الحمد لله مسائل كامله بخير. فاش تقسينا على الحاله الصحيه ديال الريان قال لنا بهذا المعنى، قال لنا كنتمناو انه في الساعات القادمه ان شاء الله ما يكون حتى شي مشكل، وكنتمنى الامور تسير بخير. يعني ما عندناش حنا صراحه حنا بنفسنا ما كنتوفروش على جواب مقنع، ما عندناش جواب على الموضوع. لكن طبعا المتمنيات ديالنا ان يكون الطفل ريان مازال على قيد الحياه ويكون كيتمتع بصحه وعافيه ان شاء الله. في نفس الوقت الاب والام ديال ريان بغينا صراحه اننا نعمل معهم تقارير او قرطاجات، ولكن للاسف ما لقيناهمش. ربما يمرون بازمات او دخلوا في واحد المرحله هستيريا صراحه، لانه صعيب ان تشوف ابنك ما يقارب او ما يزيد عن خمسة ايام وانت ما كتشوفوش وهو قدامك وما قادرش تعمل والو، فصعب صعب صعب للغايه. اختي ولا خي حنا ما كنقولوش بعد قليل ولا بعد لحظات، هذه هي المعطيات اللي عندنا. ففي النورمال انه دابا خصنا نكتبوا في العنوان بعد لحظات سيتم اخراج الطفل ريان، لان هذه الحقيقه اللي عندنا. فاش كنسولوا مسؤول كيقولنا دير الحفر ماشي مزيان وقريب ان شاء الله حنا كنجيو كنعطيكم العنوان، حنا ما كنزيدو حتى حاجه من عندنا الاخوه. الله يجزيكم بخير. ما عرفتش فين هي الكاميرا اللي عاد زودنا بالمعلومه. اختي الكاميرا كاينه مع البئر، مع الطفل في البئر، كيفاش عاد توصل له والمكان كامل محاط بالاسلاك الحديديه، كيفاش عاد توصل كيفاش توصل على الدار ديال الطفل، ما بالك توصل لكاميرات المراقبه، فراس شيء صعب للغايه. Thank you.
يونس الله يرحمك والدي اللي بلدك ولادين بالك الشوب قولها لي صور نعم متابعي قناة أشواق التلفزيون الإلكترونية ما زلنا معكم في تقرير عالمية مستمرة كما تشاهدون في خلفية الصورة الأشخاص الحشرات يجب أن تخرج في الريان طبعا كلنا على الهواء سواء كما يقال كلنا ننتظركم هنا قد تخرج الريان كنا في المسؤول الذي تواصل معه قبل قليل سألنا عن الحالة الصحية للريان صراحة قد يكون صوت بعيد إلا أنه صراحة يوجد عراقيل غير ديال التربة وهو وجدوا صخرة كبيرة تمنعهم من الوصول إلى الطفل ريان كيف يمكن التغلب على هذه الصخرة هذا مشكل أو مشكلة أخرى من المشاكل التي
قد يسقط فيها الأشخاص الملقبون أو وتولنا في من تولينا من قلب الحدث. نحن معكم بصورة واضحة ونحاول أن نكون بصوت أوضح. ما زلنا معكم منذ 3 أيام نحاول توصيل الخبر إليكم بصورة دقيقة وبصوت أدق. ولا يعز من عادي تبارك ربنا وتعالي يا ربي يا ربي الصوت عفاكم مش مسمع يا ربي لما شوفوا رايان إن شاء الله لغير قدوة أي مغرب أي واحد كلنا يا مشاهدين قناة أشواق تيفي، كنحتاج شي واحد يأكد لنا على الصوت. ما قالوا كيسمع الدعاء، كيسمع الدعاء وما كيسمعوش الصوت ديالي. شي واحد يأكد لنا على الصوت. كل شيء كيأكد بأن الصوت ما كاينش. اسمح لي اسمح لي. مشاهدينا قبل ما نبداو هذا اللايف عفاكم دابا مزيان دابا مزيان دابا مزيان إذا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة أشواق تيفي مرحبا بكم مرة أخرى. دائما نوافيكم بكل ما هو جديد. هناك بعض المشاهدين كي سولونا علاش بدلنا الزاوية لأن اليوم هنا جينا بغينا نوريكم هذه هي الأمبولانس اللي كيتواجد فيها طبيب الإنعاش المختص. هذه هي سيارة الإسعاف اللي كتسنى ريان. داكشي علاش بدلنا ربما زاوية. وهناك زميل آخر تابع لأشواق تيفي وهو الآن يحاول أن يبت مباشرا آخر بعد فور انتهاء مباشرنا هذا من مكان الحادث. نبغي نوفيكم بكل ما هو جديد. لحد الساعة لم يتم استخراج الطفل ريان للأسف، ولكن ما أكده لنا مسؤول الحفريات إن كان كل شيء على ما يرام ولم تقع أي مفاجآت ستتطلب الأمر ربما 3 أو 4 ساعات إضافية، لأن في هذه المرحلة أصبحت عملية الحفر ربما أكثر حساسية، لأن مع انجراف التربة والتربة إلى هشة كثيرا فمما يصعب عملية الحفر، فكل خطوة تصبح صراحة تطلب الكثير من الدقة والحسابات. فكيف ما أكد لنا السيد المسؤول عن الحفريات الآن اللي عطلهم هو في الساعة الأولى ديال الفجر، لأن كان واحد صخرة كاينة اللي عطلتهم كانت صعبت عليهم الحفر وكانوا خافوا ليجيو يضربوها بالجهد فتطيح ردم على الناس اللي كانوا كيحفروا، فاضطروا انهم يتعاملوا معها بواحد الطريقه سلسه حتى استطاعوا انهم يفوتوها الحمد لله. هذا الشيء الجديد اللي عندنا لحد الساعه. والطفل ريان لم يستخرج بعد، باقي ما قدرناش نجبدوا الطفل ريان، باقي محتاجين الدعوات ديالكم. ربما الدعوات الوحيده اللي محتاجين الان هو ريان يبقى على قيد الحياه، لاننا صحيح لن أقول أبدا أنا نيأس، ولكن بدأت الأمال يعني صراحة تتضاءل، لأن صعيب 5 أيام غادي 6 أيام وهو طايح في البير صعيب. أكد لنا المسؤول ديال الحفريات بأن الأكسجين عنده لتحت ومهبطينه ليه، وحنا كنتمناو أنه يكون لازال على قيد الحياة. اللهم اجعل له من كل
الاخوان اللي كيقولوا ليش ما كنصوروش مع السيد اللي كيقوم بالدعاء، راه صورنا معاه كل فيديو ديالو في القناه ديالو اشرف عتيبي. ربما نحن عندنا السبق الصحفي مع هذا السيد، صورنا معه البارح في ساعات متاخره من الليل، واكد لنا على انه جاء من مدينه تاونات على ما اتذكر، لاننا صورنا مع الكثير من الناس من تاونات، من فاس، من ربما جنوب المغرب يوسف لا اتذكر صراحه. وهناك شاب مراهق اتذكره قال بانه جاء مش على الاقدام صراحه، مجهود بالنسبه للناس اللي كيقولوا لنا اعطونا اخبار صحيحه. هذه هي الاخبار الصحيحه، ما نقدرش نقول لكم بان ريان مازال حي، ما نقدرش نقول لكم ريان بانه مات. نقول لكم باللي هاج قال لنا المسؤول عن الحفريات اللي كان هويا كيشتغل وكيترأس العمليه ديال الحفر، فقال لنا مازال عمليه الحفر متواصله بطريقه يدويه او بالطريقه ديال اسميت هذيك الاله يوسف، اعتذر الاله الكهربائيه لان الان مابقاوش يقدروا يستعملوا حفاره يدويه. حفاره يدويه نعم. نعم متابعي قناه تسوق تيفي الالكترونيه، ما زلنا معكم في بث مباشر متواصل من هنا من قلب الحدث في انتظار الحصول على اي معلومات جديده نوصلها اليكم في الوقت نفسه. الاخوان الله يجازيكم بخير، راه حتى حنا تسالنا الصبر، غير فهمونا، راه حتى حنا تسالنا الصبر ولكن ماشي في يدنا، يعني حنا كنعملوا الواجب ديالنا، الواجب ديالي انا انه نوصل لك الخبر. الخبر اللي كاين هو انه قريب يخرج الطفل ريان، غنقول لك قريب يخرج، ما يمكنليش انا نكذب عليك، نقول لك باقي ما خرج ولا نقول لك صافي راه خرج في الوقت اللي باقي وما خرجش فيه، فهمت؟ يعني ما يمكنناش حنا نكذبوا عليكم، حنا كنعطيكم العناوين، كنعطيكم داك الشيء اللي داير في المحيط هو اللي كنقول لكم، ما يمكنش اننا نزيدوا شي حاجه من راسنا. امين. هات اشرف، هات هات اشرف، غنمشي نحل المشكل ديالي. اذا كما تشاهدون متابعي قناه تسوق تيفي الالكترونيه، نحن معكم من هنا من قلب الحدث. الامور لا اعرف صراحه، لا اعرف صراحه ما الذي يحدث هنا، لا احد يمكن ان يوصل لنا اي معلومه نستعين بها او اي معلومه نوصلها لكم، صراحه لا يوجد اي شيء. الاعمال بالجرافات طبعا توقفت امس، تسير الان الامور بشكل اعتيادي، تسير الامور بشكل طبيعي في مكان الحفر. فريق بعلي يستمر بالمناوبة والبحث والتنقيب عن الطفل ريان، إن شاء الله تسير الأمور كما ينبغي ويخرج الطفل ريان بصحة وسلامة وعافية إلى أهله وإلى شعبه، الشعب المغربي الذي ينتظر خروجه من هذا البئر المشؤوم. Thank you.
متابعي قناة أشواق هاتف الإلكترونية، نحن معكم في بث مباشر متواصل من هنا من قلب الحدث. كما ذكرت صراحة لا يوجد من يقدم لنا أخبارا نستعين بها في توصيل الخبر، لا يوجد من يتواصل مع الإعلام والمراسلين الصحفيين، لا يوجد من يطمئننا عن الحالة الصحية للطفل ريان، لا يوجد من يقول لنا أين وصلت مراحل البحث عن الطفل ريان ومتى يخرج. لا أحد صراحة يستجيب لأسئلتنا ولا أحد يجيب عنها. أقول لكم مجددا أننا ما زلنا في بث مباشر متواصل معكم من قلب الحدث بعد 5 أيام من البحث عن الطفل ريان. ما زلنا هنا، ما زلنا ننتظر بفارغ الصبر مثلكم خروج الطفل ريان. حضور جماهيري مكثف في هذه الأثناء، ومنذ اليوم الأول بهذه المنطقة، وذلك قصد الاطمئنان على الطفل ريان وعلى أسرته وعلى صحة الطفل ريان. الكثير والكثير من الأشخاص القادمين من كل ومن شتى مدن المغرب موجودين هنا من أجل الاطمئنان وتقديم المساعدة بأي شكل من الأشكال. هنا من قلب الحدث المغاربة يتضامنون مع الطفل ريان بشكل غير اعتيادي صراحة، ناهيك عن الشعوب الأخرى غير المغربية، شعوب المغرب العربي الأقصى، شعوب الدول العربية، والكثير الكثير من الأشخاص الذين يتضامنون مع الطفل ريان حول العالم، وخاصة بما أن الموضوع أصبح موضوع قضية رأي عام. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي متابعي قناة أشواق تيفي، يعني كيفما كتلاحظوا معنا الآن نحن متواجدون بساحة اللي طاح فيها ريان في البئر، يعني بجد مقربة من البئر. يعني كيفما كتلاحظوا معنا بقى عملية الحفر متواصلة، ويعني بدأت عملية الحفر بالأيدي. يعني بعد التواصل ديالنا مع خبير طبوغرافي يعني أكد لنا أنه بقى لهم تقريبا شي 4 ساعات على الوصول للطفل ريان. كنتمنى أنه يكون بصحة جيدة ويخرج على ما يرام، والدعوات ديال المغاربة غادا توقف مع الطفل ريان. يعني دعوا مع الطفل ريان، يعني الطفل ريان محتاج الدعوات ديالكم. الطفل ريان اللي ضامنت معاه جميع الأمة المغربية وجميع الناس من جميع بقاع العالم. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا هنايا في الساحة هذه، يعني متواجدين الناس من جميع المدن المغربية، يعني كل تضامن مع الطفل ريان، جميع الناس كبار وصغار متضامنين مع الطفل ريان. كنتمنى انه يخرج بخير، كنتمنى انه يكون بصحه جيده، وكنتمنى هاد الناس هادو اللي واقفين هنايا وخدامين مساكن كيحفروا الله يعاونهم حتى هما، الله يسهل عليهم. يعني تقريبا شي 4 أيام هما كيحفروا، راه باز ليهم رغم العياء رغم كل شيء، يعني كيخدموا 24 ساعة على 24، كانوا كيحفروا غير بشوية لأن قال لك هنا الطريب خايب وخافوا الطراب اللي يطيح ويسد عليهم النفق. يعني العراقيل اللي خلاتهم يتعطلوا انهم يوصلوا لطفل ريان بعد التواصل ديالنا مع الخبير الطوبوغرافي، يعني هنايا قال لك ان الطراب هذا خايب، الطراب خايب يعني فاش كيبداو يحفروا الطراب كيبدا يطيح، يعني كيسد عليهم النفق، يعني اثناء الحفير ديالهم عاوتاني كيلقاو الحجر الكبير. يعني هذه هي العراقيل اللي كيتلقاو، وكنتمنى انهم في اقرب وقت ان شاء الله يوصلوا لطفل ريان ويكون بصحته جيده يا رب العالمين. يعني قال لك الا ما جبروا حتى شي عراقيل غيكون الطفل ريان 4 ساعات ويوصلوا ليه، يعني قال لك الماكسيموم 4 ساعات ويوصلوا الطفل ريان الا ما لقاوش الحجر وما لقاوش شي عراقيل. يعني حنا كنتمنوا انه الطفل ريان يكون بصحه جيده. يعني بعد التواصل ديالنا مع الخبير قال لك انه ما عندهم على ريان حتى شي اخبار من اول البارح، يعني من اول البارح ما عندهم على الطفل ريان حتى شي اخبار. يعني كنتمنوا يا رب العالمين انه يكون بصحه جيده يا رب. يعني الدعوات ديالكم المغاربه خصها توقف مع ريان، وتحياتي لجميع الناس من جميع بقاع العالم للضامن مع الطفل ريان، والسلام عليكم. شكرا جزيلا للزميل اشرف على هذه المعلومات. اذا نحن معكم، ما زلنا معكم في هذه التغطيه الاعلاميه متابعينا، ما زلنا نحاول توصيل الخبر لكم.
بالصوت والصورة. متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، نحن ما زلنا معكم هنا حسب التعاليق الموجودة خلف الشاشة، يقولون أننا نقول 4 ساعات منذ أيام عدة. 4 ساعات هو ليس من اختراعنا، هو موضوع حقيقي يروج هنا في موقع الحفر. المسؤولون يقولون أن 4 ساعات ربما تكون كافية في حالة ما إذا لم تكن هناك عراقيل تمنع من الوصول إلى الطفل الريان. إن شاء الله تعالى ستكون 4 ساعات كافية لإخراجه من قاع هذا البئر. نحن معكم ومتواصلين معكم في هذا البث المباشر، إن شاء الله نود أن نحمل لكم في هذا البث إذن المطلوب منا تغيير المكان مرة أخرى. متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، نحن معكم في مكان وجود الإعلام، المكان الذي خصص للمراسلين الصحفيين من أجل توصيل الخبر. نشاهد في هذه الصورة وجود عامل عمالة إقليم شفشاون، نشاهد الجماهير الغفيرة التي تنتظر خبر الفرح، الخبر الذي ينتظره الملايين من المغاربة وأشخاص حول العالم، الموضوع الذي ينتظره العالم بأسره، لحظة خروج الطفل ريان. جميعنا ننتظر هذه اللحظة، وإن شاء الله تكون لحظة عاجلة غير آجل. سنواصل معكم متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية البث المباشر. ما بقاش صراحة نبرر أكثر من مرة القضية ديال العناوين، القضية ديال العناوين حنا قلنا لكم وهذه آخر مرة عندنا نهضر فيها، أنه ماشي من أنا ماشي هنا مسؤول باش ماشي من الاختصاص ديالي أنه نعلمك كيفاش تكتب تعليق ولا نعلمك كيفاش تقرا الخبر، وإنما أنا مسؤول هنا باش نوصل لك الخبر. أنتم كتجيو كتقول لنا علاش كنكتبوا لحظات؟ لحظات هو الخبر اللي رائج، هو الخبر اللي كيقول هنا المسؤولين، كيقول لك بعد قليل ان شاء الله يخرج، فكيوقع شي مشكل وما كيخرجش في ديك اللحظات، فكنكونوا حنا مطالبين ببقاء نفس العنوان، يعني كيبقى نفس العنوان، حنا ما كنزولوش العنوان كيبقى هو ذاته. فاخر مره نهضر في هذا الموضوع هذا وللتاكيد ان الصحافه هي وسيله لتوصيل الخبر وليست وسيله لتعليم الكذب. اسمح لي الله يرحمه. دخل الكاميرا هي الاولى. واقع تي في اش واقع عندك شي معلومات؟
باش ارتاح شويه، درت شي ثلاثه شي اربعه ديال الانترفيو، ارتاح شويه ندير مع سكان المنطقه. سكان المنطقه كتام صور خلي خلي انت دير صافي غير خلي خلي هو خلي دير اللايف صافي اللايف كاين كاين نعم خويا على الهواء مباشرة. قلنا واش بعد عرفنا براسك عرفك عاد خويا معك محمد أشراط من دوار جرمون، يعني قريب عليا الدوار هذا ما فايتش عليا بزاف الا بعد يا اخويا كيلومتر. اخويا اش غادي نقول لك، حنايا هنايا هذه الفاجعه هذه صراحه متاسفين لها الفاجعه هذه، ولكن الحمد لله على كل حال. وكنشكركم بزاف انتم الصحافه جزاكم الله خيرا، والسلطات والوقايه المدنيه والوكيل المالك وكل شيء كل شيء، والله ينصر سيدنا. راه اخويا اش غادي نقول لك، اقسم بالله الا مؤسف اخي، الناس ما كيدينا شيء، ورايا مبوبري تحت الارض وهو حي، هذه معجزه من عند الله سبحانه وتعالى. عندك شي معلومات على بقاء حي لحظه؟ اخويا كيقولوا مازال حي، فعلا مازال حي رايان، فعلا مازال حي، عندي شي معلومات، ولكن بعض كيقولوا باقي جوج متر ولا متر ونص، ولكن الله اعلم في المتر. فحال المعلومات ديال رايان مازال حي، وان شاء الله يطلع سالم مطمئن للعائله ديالو ولهاد الجماهير اللي جايه من كل فجين عميق، المغرب كله، اللي من الصحراء، اللي من الاطلس، اللي من الشمال، اللي من الداخل. وجزاكم الله خيرا، انتم بعد كتقوموا الواجب ديالكم، الله يحفظكم كاملين اخويا، وما نقولوا الا ربي يفرجها عليه ونشوفوا سالم. شنو السبب باش تعطلوا في اخراج رايان؟ اخويا اش غادي نقول لك، الله اعلم، هما بيدهم خوفانين على راسهم، حيتاش اخويا ديك البلاصه هذيك كتريب، شتي ديك البلاصه اخويا، هذيك ديك البلاصه اخويا راها كتريب، هما بيدهم القوات المساعده خوفانه على راسها، حيتاش الارض هشيشه، شو مين ضربت اخويا من ديك الجهه هذيك، راهي ديك الجهه هذيك اخويا، حيتاش ضروري هما في الخطر صراحه، ربي معاهم كاملين، القوة اللي داخل كاملة ربي غيحفظها إن شاء الله، وغيجبدوه سالما مطمئن إن شاء الله يا ربي. راه أنت بتغامر بالحياة ديك تما خويا، راه صعيب صعيب الحال، كاين الإنسان كيشوف غير من هنا كيقول لك علاش ما نقدوشي، علاش ما عتقوشي، هذا ما عطلوا به، ولكن خصك تدخل تما وتشوف شنو كاين أخويا، راه الشيء هذا صعيب صعيب جدا، راه اللي دخل تما ربي معاه، ربي كيحفظه، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يخرجوا كاملين سالمين مطمئن إن شاء الله يا ربي. شنو هما العراقيل اللي كيواجهوها هنايا في الداخل أخويا؟ اخويا الداخل اش غادي نقول لك، صابوا شويه صعوبات، صابوا الحجار، صابوا الحجار بزاف، واخويا اش غادي نقول لك، ربي هو اللي عالم عليهم الداخل، وربي اللي غادي يفرج عليهم. الصحراوي؟ نعم كاين واحد الصحراوي هنايا مقيم معنا هنايا، ضرب شي ست سنين، ضرب شي ست سنين هنا، 10 سنين تقريبا، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، حفظه الله، يعني مدوز هذا الشيء هذا، وعارف شني كاين، وقال لما انا هنا تيطلع رايان، الله يحفظو ديك الصحراوي ويحفظنا كاملين. 24 ساعة 24 ساعة وكلكم شدة من السلطات، شدة من الوقاية، ربي يحفظهم كاملين ما شاء الله عليهم، صراحة ما نعسوشي، حنا عارفين شني كاين، هذا الواقع، الواقع كنعيشو فيه، وشنا كلشي بعيننا، كلشي بعيننا، يعني كلشي فايق، من السلطات، من الوكيل المالك، من الوقاية المدنية، والله ينصر سيدنا، والله يحفظنا، والله يحفظ الوطن ديالنا. اخويا والله مفجع جانا الخبر صراحه، انا بدي عندي وليداتي ولكن ما كيدينيش الناس صراحه، حيتاش كنشوف راسي انا ولدي الا كان في ديك اللحظه تما كنحسبو فحال ولدي في ديك اللحظه تما، هو دابا حاليا ما كيدينيش الناس، انا ساكن في واحد المنطقه بعيده شويه وما كنمشيش، تيطلع راه يمكن يعني نمشي بحال الدار، سمعت بالوالدين ديالي في الدار، في الزوجه، في البنيه ديالي، ولكن طلع راه نمشي بحالي، وان شاء الله يا ربي غادي يطلع سالم مطمئن يا رب. شنو يسال الاخوان العرب منهم الجزائريين والتونس العرب كاملين اللي متضامنين بواحد الطريقه ماشي عاديه مع الطفل رايان، كيقيدوا يبات متبع اللايفات وكيدعوا له كتبنا تعاليق مزيان شويه. كاين الجزائريين ما شاء الله عليهم، حنا خوا خوا، كاين شي جزائري ما شاء الله، وكاين شي جزائريين الله يهديهم، هذيك من الطائفه قلالي الله يهديهم، حنا خوا خوا مسلمين كاملين، وكل واحد ما كيعيط، كل واحد ما كيعيط، كاين قطر، كاين السعوديه، كاين الاردن، تصبح الشتم هنا، جزيره عالميه حاضره هنايا، البث المباشر هذه 4 ايام هي حاضره هنايا،
واش غادي نقول لك؟ الله يحفظ، الله يحفظ الوطن ديالنا ويحفظ المسلمين اجمعين شرقا وغربا من كل فج عميق. شكرا، الله يحفظكم اخويا، جزاكم الله خيرا. الشباب قلنا الشباب انت واحد من الناس اللي عاودينا اخويا دابا، خصوصا ان العمليه ديال الانقاذ ديال الدفريان تاخرات بشكل كبير. اسمح لي الله يرحم والديك شويش، الله ينور. إذا متابعي قناة تشوق تيفي الإلكترونية تشاهدون في هذه الأثناء هذا المكان ومكان البئر، وهذه هي الحفرة التي تمكن رجال الوقاية المدنية من حفرها بمساعدة الجرافات. حفرة عميقة جدا 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 هنا بالضبط. دعوني أقرب لكم المشهد. هنا بالضبط يوجد رأس هذا البئر، البئر الذي سقط فيه الطفل ريان. طبعا موجود رجال الوقاية المدني على رأس البئر 24 ساعة على 24 ساعة. طيب، وتغطيات إعلامية مستمرة من جميع منصات العالم الرقمي، جميع الجرائد وجميع المجلات، جميع الراديوهات، وأيضا القنوات التلفزية المعروفة. قنوات عالمية معروفة تواكب الأحداث من هنا في بث مباشر. 5 أيام إنقاذ. نعم، ندخل اليوم في اليوم الخامس من جهة. نعم، هو فعلا وقت مطول للغاية، ولكن إذا تمكنوا من إخراج الطفل ريان، وإن شاء الله سيتمكنون من فعلها، سيكون فعلا رقم قياسي إن شاء الله. ولد منطقة. إذا متابعي قناة تشوق تيفي نشوفوا تصريح آخر من واحد من أبناء المنطقة. السلام عليكم، تحية الأخ الكريم، تحية للحضور الكريم، تحية لرجال الإعلام، تحية الشكر موصول للسيد ولي جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد مهدية اللي سهر شخصيا على عملية إنقاذ الطفل ريان. وشكرا موصول أيضا عامل إقليم شفشاون، وكذلك السيد الباشا والقائد والدرك الملكي والقوات المساعدة بجميع المكونات ديالها، والقوات المساعدة، المواطنين. بحكم انا كنسكن في يعني جينا احنا من كتامة باش نأزروا هذا السيد ريان، وكنجيو ديما كنجيو كنطلعوا عليه وكنشوفوه مسكين. نطمئنوا على سير عملية الإنقاذ. الحمد لله توصلنا بأخبار مصادر رسمية كيأكدوا باللي ما زالت القوة عرقالة. كان في المفروض كانوا غادي يجبدوه ان شاء الله، لكن صادفوا واحد الصخره كبيره حالت دون تقدم في في في, في الانقاذ ديال هذا الطفل ريان اللي هو خونا وولدنا وولد جميع المغاربه، وحتى الاجانب معاطفين مع المساكن، بجميع ربوع العالم كلهم في قلبهم مع الدري السي مسكين، كيسولوه كيطمئنوا الحاله ديالو. قالوا حاليا وصلت عملية الإنقاذ، يمكننا نقولوا عملية الإنقاذ في مراحل أخيرة إن صح التعبير. يعني لما سمعنا مصادر رسمية موثوق منها أكدوا باللي لازالت مترين، كيقولوا بقى جوج الأمطار إن شاء الله. ربما على حسب نوعية التربة، وإذا صادفوا مثلا صخور ربما يمكن. شنو هما العراقيل اللي يمكن يواجهوها في هذه الحفرة؟
كنتمنوا ما نوجدوش شي عراقيل مره اخرى، لان سبق واجهوا بعده عراقيل هي اللي وصلتنا لهذا الربع خمس اليوم الخامس، وهو صعوبه الحفر والحجاره، التربه كتعرفوا سوق التربه من اعلى، تا كيبغيو يديروا خدمتهم اون فوا كطيح ردمه كبيره عاوتاني دخل كيدخلوا الجرافات عاوتاني يخرجوا ذاك الاطربه، عاود كيبقاو ساعات متتاليه عاد رايتهم عاوتاني يعودوا لاستكمال الانقاذ. هذا هو المشكل، هذا هو اللي العربية منهم الجزائر. من هذا المنبر كنوجهوا تحية لأشقائنا في الجزائر لأن وقفوا معنا، وقفوا معنا لأن الإنسان فيك فوقاش تعرفوا في الشدة، حبيبك تعرفوا في الشدة في وقت الضيق، بانوا يعني كيبغيو المغاربة ومتعاطفين مع هذا السيد ريان، وفرصة ريان هو السبب التصالح ديال التأخي، هو اللي خلق التضامن، فرصة التضامن بين المواطنين وبين الشعوب وبين، وما نساوش المملكة المغربية عندها علاقات مع جميع الدول سواء عربية أجنبية أمريكية، الناس كيعيطوا من الولايات المتحدة الأمريكية كيأزروا هذا الدري مسكين، من كندا، من بلجيكا، من بقاع آسيا، من أستراليا، الناس نجوم في كرة القدم، في الإعلام، في السياسة، في جميع الميادين كيأزروا هذا السيد. وهذا المنبر كنوجهوا تحية للسلطات المحلية بجميع المكونات ديالها، راه صاهري مساكن وراه دايرين الليف عليهم، راه كنشكرهم جزيل الشكر والمواطنين بصفة عامة، وكنتمناو نسمعوا شي خبر صار اللي فرحنا ويفرح السلطات المحلية اللي معنا والشعب اللي واقف والعالم بإسره إن شاء الله، وخلف الشاشات جميع المواطنين جميع شكرا والعالم باسر، وتحيه للشعب العام. وهذا المنبر كنوجهوا رساله لصاحب الجلاله الله يطول له في عمره، والسلام عليكم ورحمة الله. اخر معطى ان ريان لا زالوا يمدونه بالاكسجين لكن وضعيته ربما من النوم انقلب على بطنه، وبالتالي الان يصعب معرفه الحاله الصحيه لريان لانه هو انقلب على بطنه، لانه دائما كان كما شفت في الفيديوهات السابقه اللي انتشر في ريان انه كان ناعس على ظهره، ولكن اخر حاجه اللي توصلنا بها هو قالب على البطن ديالو، يعني ما بقاش كيشوفوا الوجه ديالو، كيشوفوا باش يقدروا يشدوا واش كيكون كاس ولا كيكون كاس. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى انه فين اختي كي دايره؟ راني شوفي راني في الشاون عند رايا. الكل يترقب والكل ينتظر. لا هي إلا ساعات قليلة إن شاء الله تغسلنا إن شاء الله. لا في الجزيرة ما هدرتش. لم يكن ما هدرتش في الجزيرة. طارق أنها يتم يعني الوصول إلى جلابة طفل ريان. ريان اللي أصبح حديث جميع المغاربة جميع الإخوة في الدول العربية والدول الوطن الفحم الحجري الى ان السلطه رفضت.
اللي بفور بصح طارق الصداع ان داروا شي 6 ديال المحاولات اللي شفتوها ولكن اخرها اللي كان. نعم متابعي قناه الشوق تي في الالكترونيه مازال معكم في تغطيه اعلاميه مستمره، سناخذكم في جوله هنا في مكان الحادث. شتي دارك مزيان؟ إذن كما تشاهدون الجماهير غفيرة تواكب هذا الحدث، جماهير غفيرة تنتظر خروج الطفل ريان، ونحن معكم هنا من أجل توصيل الخبر. نحن هنا معكم من أجل توصيلكم الاسم كريم زيد الركان، من مواليد طنجة. جيت هنايا يعني جيت نهار الاربعاء وحنا هنايا، وتينا كتشوف كيف ما كتشوف دابا باقي لحد الساعة ما كاين حتى شي جديد في هاد الشيء، في هاد الحالة هادي، واحتمالات كبير انهم الا كان الاخ ريان مازال حي في هاد العمق ديال هاد البئر هذا ومازال حي لهاد الساعة، يعني هادي معجزة من الله سبحانه وتعالى، وكنطلبوا من الله انه يكون مازال حي. لا الصحه ديالو لا ما كيقولوا والله يعني ما كيقولوا بانه في صحه جيده، والعلم لله ما نقدرش ندخل في شي حاجه اللي ما كنعرفهاش. عمليه الحفر يعني مازال مستمره لحد الساعه، وكيجروا صعوبه في ديك الحفر ديالها، حيت يعني لقاو واحد حجره كما كنقولوا حنا صمه لقاوها، ولحد الساعه يعني باقي ما كاينش حتى شي جديد يعني حتى شي جديد يعني بيعطينا قررنا من الاخ ريان، ولهذا كنطلبوا من الله انه يكون يعني على قيد الحياه ويرجع بخير وعلى خير سالما وغانما لامته العربيه كامله. نظرك علاش تعطل لهاد الدرجه كامله؟ يعني بالنسبه للمره الاولى كانوا يعني حفروا في البارح، حفروا توصلوا صافي باغيين يوصلوا لرايان، ما بقى لهم الا يعني مترو و60 سنتيم، من بعد ضرب يعني وديك الحدر هذاك كل شيء وديك التراب اللي كان فوق كل شيء عاودوا من ازيرو، فكذلك عاودوا جابوا الحفر الاله الحفر من جديد وعاودوا كل شيء من جديد، عاودوا طاحت واحد التراية اخرى طاحت فيها النص، ومن طاحت ديك التراية النص يعني عاودوا لها من جديد، يعني بجوج الخطرات هما كيعاودوا نفس العمليه من جديد من ازيرو. ودابا الحمد لله يعني لانهم يعني قربوا، قال لك ان شاء الله يا ربي ملي غايجبدوا في اقرب وقت ان شاء الله يا ربي، كنطلبوا من الله يخرج في اقرب وقت ان شاء الله يا ربي. وكنشوفوا بزاف ديال الشعوب العربيه تضم مع القضيه، وخاصه الشعب الجزائري، شنو نقول لك شنو الرساله اللي نقدروا نوجهوا؟ شحال نقول لك يعني بالنسبه للشعب الجزائري اللي كيتابعنا عبر التواصل الاجتماعي يعني ويد في يد، وكيقولوا بلي انهم لو كان هذا الطفل هذا يعني مازال لحد الساعة يعني عايش بك على قيد الحياة، راه هذه معجزة من عند الله سبحانه وتعالى، وكنطلبوا من الله أنه يكون هذا الشيء على صحيح، يعني ما يكونش شي خطورة على الطفل ريان، وكنطلبوا من الله أنه يكون بخير وعلى خير وهذا الشيء اللي كاين. شكرا خاص كيرجع لكم، بارك الله فيكم. إذا متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية ما زلنا معكم في بث مباشر متواصل من هنا من قلب الحدث دوار إغران جماعة سامورت إقليم الشفشاون، ما زلنا نحاول توصيل الخبر إليكم بالصوت والصورة. هذا المنزل الذي تشاهدونه الآن هو منزل الأسرة، هذا المنزل تمت إحاطته بالكامل بجانب الحفرة لأنه نوعا ما أصبح في حالة خطرة، ربما قد ينهار، ولكن مع ذلك ما زالت هناك الأسرة تعيش، الأب والأم. هذا هو منزل الأسرة كما تشاهدون، تمت إحاطته بالأسلاك الحديدية بشكل كامل.
نعم سنشاهد الآن الحفرة من مكان أعلى. إذن هذا هو منزل الطفل ريان وأسرته، وهذه هي الحفرة التي تسير بها الأعمال على قدم وساق. ما زلنا مثلكم ننتظر متابعينا الأوفياء خبرا يثلج صدورنا ويسعد قلوبنا إن شاء الله، وهذا أملنا جميعا. كما تشاهدون هذه المنطقة منطقة جماعة سمرت، إقليم سمرت، دوار إغران والنواحي، هي منطقة جاءت بين الجبال. نحن ننتظر وإياكم متابعينا الأوفياء خبرا يثلج صدورنا كما قلنا قبل قليل. سأترككم في بث في هذا البث المباشر، وأعود إليكم في بث مباشر آخر مع زميل مراسل آخر، وذلك قصد القليل من الرحلة لشحن الهواتف وشرب الماء، ثم العودة إليكم مجددا في التفاصيل، في جديد التفاصيل التي سنعرفها معكم وسنقدمها لكم بعد قليل. راجين منكم الدعاء للطفل ريان بالصحة والسلامة والعافية وطول العمر، راجين منكم الدعاء له في سجودكم في صلواتكم في دخولكم وخروجكم في كل مكان أينما كنتم. لا تنسوا أن تبخلوا على الطفل ريان وأسرته بالدعاء، فهم فعلا في أمس الحاجة إلى دعواتكم. إذا متابعي قناة شوق تيفي الإلكترونية دمتم بخير، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. للتذكير أنه سيكون معكم بعد قليل مراسل آخر من زاوية أخرى من أجل توصيلكم بالخبر اليقين، من أجل توصيلكم بالحقيقة. ومن هنا إلى ذلك الحين أشكركم على حسن المتابعة، شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.